السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما اتكلمنا على الميسنج داتا، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الكاتيجوريكال داتا. إيه هي الكاتيجوريكال داتا؟ الكاتيجوريكال داتا بيقول لك إيه؟ So far we have only been working with the numerical values. الماشين بيتعامل مع ال numerical values اللي هي الأرقام بس. فأنا في كاتيجوريكال داتا، كاتيجوريكال داتا اللي هو زي مثلا اسم شخص مثلا اللي هو string يعني، فاهمني؟ فأنا لازم يكون عندي numerical data عشان أقدر أتعامل معاها. Like however it's not uncommon that real world data contain a one or more categorical feature columns. هنشوف يعني تفهم اكتر يعني ايه categorical data وازاي نتعامل معاها، تمام؟ بس باختصار دلوقتي الماشين بتفهم الارقام، فانا دخلت له categorical data اللي هو اسماء يعني string في الاخر، فاهمني؟ فدي مشكلة عندي، فاهمني؟ فازاي احلها؟ عندي two solutions. في solutions عشان avoid the problem category data. أول حاجة أعمل mapping on the ordinal features وعلى حسب الترتيب يعني، و encoding nominal feature. إيه هو الكلام اللي بتقوله ده؟ تعالى يلا على أول حاجة اللي هو mapping on the feature. عندي column بالشكل ده، فعندي category data عندي 3 columns، فأنا عايز ال column بتاع السايز ده أحول ال categorical اللي هو ال character دول لأرقام، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ قال لك اهو ان عندي اسمها ايه، mapping ordinal features، اللي هو بعمل ايه، بحول الارقام على حسب الترتيب يعني ال small ده اقل حاجه، بعد كده ال medium بعده، بعد كده ال large بعده، بعد كده ال x large، بعد كده 2 x large، تمام؟ في هنا ترتيب ال small اقل حاجه، ال medium اعلى منه، وهكذا. فهتيجي انت تعملها ازاي؟ عندك ال column اه تعملها اهو من 1 لـ 5، او لو هتبدأ من 0 ماشي، من 1 ماشي، مش تفرق، تمام؟ فهو ال small بقى بواحد، ال medium باتنين، ال large بتلاتة، ال x large 4، وال 2 x large بكام؟ 5. فانت هنا عملت ايه؟ حولت ال categorical data ل numeric data، بس ايه فيها ايه؟ ordinal، فيها ترتيب، تمام؟ فالترتيب هنا مهم، تمام؟ لان انت size يعني، انت فاهمني؟ تمام. فبس بعد كده عندي تاني نوع عن اللي هو encoding nominal features اللي هو مش محتاج ترتيب، زي مثلا هنا ايه، عندي الكولوم دوت في red black blue white green، تمام؟ لو جيت بصيت ليه مرتبهم على حسب الأبجدية، اللي هو البلاك رقم 0، البلو رقم 1، الجرين 2، بعد كده الريد 3، والوايت 4. بس أنا هنا مش الترتيب مش مهم بالنسبة لي، فأنا كده أنا رتبت بناء على الترتيب، وأنا الترتيب مش محتاجه، على عكس اللي احنا اتكلمنا عنها لو كانت السايز يعني. فهنا هعمل ايه؟ قال لك although this assumption is incorrect the algorithm A could still produce useful results however those results would wouldn't ever be optimal. اللي هو من الاخر ايه، انا هنا من الترتيب مش مهم، طالما مش مهم فانا مش هحول كاتيجوري الداتا لنيوميريك داتا بالترتيب. فانا هعمل حاجه اسمها ايه، عندي حاجه اسمها دامي. اللي هو هعمل ايه، انا عندي اول حاجه الريد، اقول له كولم ريد وهيعمل لي كولم لوحده، هيقول اول واحده ب1 والباقي زيروهات، لان هو انا اخترت اول حاجه الريد. البلاك هيبقى اول واحده زيرو اللي هي الريد، والبلاك هتاخد واحد والباقي زيروهات، كولر بلو، وهكذا. هتعمل كولم لكل فيتشر عندي، تمام؟ وهتحط واحده قدام الحاجه بتاعتها يعني، يعني هنا جرين هتحط تحت هنا جرين، والباقي زيروهات، فاهمني؟ تمام. فدي كانت فكره الانكودنج نومينال فيتشرز. اول حاجه احنا قلنا لو اوردر، لو كانت لو ترتيب مهم، زي مثلا لو كان السايز، فكنت اعملها ايه في كولوم واحد واخلص الدنيا، اللي هو بالشكل ده كولوم واحد بس على الترتيب. طب لو كان لو انا الترتيب مش مهم عندي، فعامل ايه؟ عامل حاجه اسمها دامي، تمام؟ دي لو مش عايز تستخدم البايثون اكتب كده حاجه اسمها جيت دامز، فهي بتعملها لك يعني، شاطر كود يعني تعمل لك الحاجات دي، تمام؟ وبس كده. ده كان فيديو النهارده، حاولت اوضح لك ايه فكره الكاتيجوري داتا وازاي تتعامل معاها. بس كده كان فيديو النهارده، ما تنساش give me thumbs up and peace out.